هذه المناسبة السعيدة لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر لله والامتنان لله وأحمد الله سبحانه وتعالى على عودة هذا الابن البار القائد العظيم لهذه المدينة. هاي المدينة اللي فقدتها صار 5 سنوات، وهاي الخمس سنوات العجاف التي المدينة بأمس الحاجة إلى قائد مثل الحج عمار اللي كما عهدناه عندما كان في مجلس المحافظة. فالآن اللي نطلب من حج عمار أن يكون قائدا مستقبليا كما كان في الماضي. فالحضور والصورة هي الدل على موقف المدينة والعشيرة ويا حج عمار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم عشيرة البنسان استقبلت الأستاذ عمار ويعني المرشحين هو ومن معه، إن شاء الله نتمنى له الفوز وتحقيق الأماني، ونطلب يعني من المرشحين إن شاء الله أن يعني يهتمون بهذه المدينة المنكوبة. نتمنى الخير للجميع إن شاء الله وتحقيق الأماني للشعب للمواطنين، وهذه المدينة اللي عانت ما عانت من ظلم وتهميش، نسأل الله أن يكون عونا لها. نتمنى الفوز للجميع.